السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في الفيديو المنتظر تمارين لتقوية البصر. لنتابع. أولا نبدأ بتشريح العين، مكونات العين. أكثر ما يهمنا في هذه التمارين هي عضلات العين. هناك قسمين من العضلات، عضلات داخلية مرتكزة أساسا حول العدسة، وعضلات خارجية تحيط بمجسم العين. العضلات الخارجية عددها 6: المستقيمة العلوية، المستقيمة السفلية، المستقيمة الجانبية أو الداخلية، والمستقيمة الوحشية أو الخارجية، والعضلة المائلة العلوية، والعضلة المائلة السفلية. 6 عضلات تحدد حركات العين، أعلى، أسفل، يمين، يسار، جوانب. بتمارين متواصلة وبسيطة على هذه العضلات نستطيع تدريب العين على تقوية النظر. وغير التمارين سنتطرق في آخر الفيديو إلى التغذية وأهم العناصر والفيتامينات التي تحتاجها العين لوظيفة بصرية جيدة. أولا نبدأ بالتمارين. قبل البدء بكل تمرين يجب أن يكون الجسد مسترخيا مع تنفس عميق. لماذا؟ لأن التشنجات التي تحصل في أجسادنا دون أن نشعر بها تترك آثارا على عدة أعضاء من الجسم وأهمها عضلات العين. تشنج عضلات العين لا يفيد في تقوية البصر. كلما كان الجسم متشنجا فلن تستفيد من هذه التمارين. إذن ننصحك مع كل تمرين ودون أن نكرر النصيحة أن تقوم بتنفس عميق واسترخاء تام للجسد. نصيحة أخرى، يجب أن تخلع نظاراتك لكي تقوم بهذه التمارين. الأفضل أن تقوم بها بدون نظارات، وذلك لكي تعود دماغك على محاولة التركيز ومحاولة النظر بشكل دقيق إلى الأشياء التي لا تستطيع رؤيتها جيدا، وهذا يحفز خلايا شبكية العين ويحفز العضلات وعناصر العين على الاشتغال والاعتماد على نفسها بدل الاعتماد على النظارات. نبدأ بالنصيحة الأهم في هذه التمارين وهي التنفس العميق. التنفس العميق هو أن تتنفس من بطنك كما يفعل الرضيع، حاول أن تخرج بطنك أثناء الشهيق وإدخال النفس، ثم إدخال بطنك أثناء الزفير وإخراج النفس. هذا التنفس العميق يعطي إشارات للجسم على الاسترخاء. ثانياً، إمالة الرأس إلى اليمين واليسار والخلف لمدة 10 ثواني. لماذا؟ للتركيز على عضلات الرقبة كي تسترخي. من أبرز هذه التمارين التي ركز عليها الخبراء لتقوية البصر هي التكفيف بالمين. ما معنى التكفيف؟ هو أن تضع كفي يديك على عينيك دون الضغط كثيرا، يعني أن يكون اللمس بسيطا جدا، مع وضع عظم الرسغين على العظمين أسفل العينين. Bones, the fingers cross across the forehead like so, and you do the belly breathing, so it's in through the nose. Out through the mouth, and use focus on darkness. This is going to really help to stimulate the rods in the eyes. Those are the ones that see low light and black and white. So in through the nose, out through the mouth. بقاء هكذا والتركيز على الظلام التام الدامس لمدة 5 إلى 10 دقائق مرتين يوميا. التمرين التالي التشميس صنن، ومعناه أن تنظر إلى الشمس وعيناك مغلقتين. أولا لتلقي أشعة الشمس الضرورية لتحفيز خلايا وبعض
المجسمات الصغيرة في شبكية العين المسؤولة عن النظر، تحفيزها للعمل والوظيفة البصرية المعهودة للعين. والطريقة الثانية في التشميس هي أن تشبك يديك هكذا وأنت تنظر إلى الشمس. من الأفضل أن تكون شمس الصباح أو شمس ما بعد العصر، لأنها تكون خفيفة قليلا. أما شمس الظهيرة فتكون أشعتها قوية جدا ولا يمكنك النظر إلى الشمس في ذاك الوقت. تقوم في هذه الحالة بالنظر مباشرة إلى الشمس مع وضع يديك أمام عينيك والأصابع متفرقة ومحاولة اللعب بهما هكذا. وهذا التمرين يمكنك عمله لمدة 15 ثانية 3 مرات يوميا. من التمارين المفيدة جدا أن ترفع أصبعك هكذا وتنظر إليه، ثم تنتقل إلى الشيء الذي وراءه، ثم بعدها إلى الشيء الذي وراءه، وهكذا، يعني تنتقل من الأقرب إلى الأبعد. ثم تعود بالعكس، يعني من الأبعد إلى الأقرب. هكذا تفعلها عدة مرات يومياً لمدة شهر على الأقل. التمرين التالي: تحريك العينين دون الاستعانة بأي شيء، وذلك في جميع الاتجاهات وبأقصى مدى. التمرين التالي وهو الخيط الملون. يمكنكم الاعتماد على خيط بسيط ووضع بعض العلامات الملونة. هذا مثلا اشتريته من الانترنت، يصلح لغرض آخر ولكنني استغللته في هذا الغرض بالضبط. يعني بالاستعانة بهذا الخيط يمكنك أن تمده أمامك مع التركيز على كل نقطة من هذه النقط الملونة. الانتقال من لون إلى لون مجيئا وذهابا. تقوم بها لكلتا العينين، وهو يشبه قليلا يعني تمرين الإبهام، بحيث أنك تنتقل من النقطة الأقرب إلى النقطة الأبعد وأنت تحاول التركيز على كل نقطة أو كل لون تحاول النظر إليه. التمرين التالي وهو التأطير. إدجن، ما معناه؟ هو أن تنظر إلى شيء ما أمامك، مثلا مجسم أو نافذة أو باب أو خزانة أو مكتب أو شيء مربع مستطيل مثلا، ثم تحاول التركيز على كل زاوية من زواياه والانتقال من كل زاوية إلى أخرى هكذا مثلا. أنا أنظر الآن إلى النافذة وأحاول الانتقال من زاوية إلى زاوية. التمرين التالي وهو أرقام الساعة، بحيث تضع إبهامك في المنتصف وتركز نظرك عليه، ثم تنتقل بالإبهام وأنت تنظر إليه إلى كل رقم من أرقام الساعة مع التنفس العميق. بالنسبة للتغذية المناسبة لتقوية البصر، هناك عدة عناصر غذائية مهمة جدا. من بينها أولا الجزر، يحتوي على بيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة قوي، يعمل على تنشيط خلايا شبكية العين وكذلك الرؤية الليلية خصوصا. ثانيا البيض، يحتوي على اللوتين وزياكزانتين وهما عنصران مهمان جدا
للبصر، كما ويحتوي على الزنك وفيتامين د، يصلح العديد من الأمراض في العين منها المياه الزرقاء وتضرر البقعة macular degeneration. ثالثا، التوت البري blueberries يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين سي بجرعات عالية، مهم جدا لتقوية البصر، يخفض الضغط في العين مما يحميك من خطر الإصابة بالجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين، وهو ثاني سبب للعمى في العالم. رابعا، الطماطم غنية بالكاروتينويدات وباللايكوبين، وهي مضادات أكسدة مهمة جدا لصحة العين وتقوية البصر، كما وتحمي شبكية العين من ضرر أشعة الضوء المباشر. خامسا، الأسماك، خصوصا الأسماك الصغيرة، لأن الأسماك الكبيرة تكون عادة ملوثة بالزئبق وبباقي المعادن الثقيلة الأخرى. اختر الأسماك الصغيرة، فهي تحتوي على أوميغا 3 وهي مهمة جدا لصحة شبكية العين، بحيث وجد في إحدى الدراسات بأن من لديهم نسب قليلة من حمض أوميغا 3 في أجسادهم كانوا الأكثر عرضة والأكثر إصابة بجفاف العين واعتلال شبكية العين بسبب السكري. الجرعة الفعالة من أوميغا 3 يوميا هي 500 ميليغرام. سادسا، القطاني غنية بالفلافونويدات والزنك، تحارب المياه الزرقاء وتضرر البقعة. سابعا، الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة، تعزز الدورة الدموية وتعمل على تقوية البصر في الأماكن قليلة الإضاءة. ثامنا، القهوة والشاي يحتويان على عناصر غذائية مهمة جدا للبصر، مفيدان جدا للعين الجافة، وكذا الكاتشين الموجود في الشاي يحمي المستقبلات الضوئية الموجودة في الشبكية. من الأغذية المحبوبة جدا عند الناس والمفيدة لتقوية البصر، هناك بعض المكسرات مثل الفستق، وهو غني بالزياكزانتين واللوتيين، بحيث يقي من تضرر البقعة macular degeneration. من الأغذية المهمة أيضا في تقوية البصر والحفاظ على صحة العين الترفاس والجينكو بيلوبا. الزعفران يحتوي على مضادات أكسدة قوية منها الكروسين والكروسيتين، بحيث يحمي العين من أضرار الجذور الحرة free radicals. 20 ميلي جرام يوميا من الزعفران لمدة 3 أشهر نتج عنه في إحدى الدراسات تحسن في وظيفة الشبكية وحدة البصر عند من يعانون اعتلال شبكية العين. الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، بحيث يحمي العين ويقيها من التضرر بمرض السكري. بالنسبة لللوتيين والزياكزانتين، فهما يعملان كفلتر للعين بحيث يحميانها من ضرر الضوء الأزرق الداخل إلى الشبكية. يشبههما الخبراء بنظارتين داخليتين، بحيث تحميان العين من ضرر الضوء الأزرق، موجودان في السبانخ والقرنبيط والبروكولي والفستق والملفوف والبرتقال وأصفر البيض. اللوتيين أكثر من زياكزانتين فلترة للضوء الأزرق، وهما معا أكثر فعالية للعين من البيتا كاروتين واللايكوبين. الجرعة الفعالة لوتيين 10 ميليغرام يوميا وزياكزانتين 2 ميليغرام يوميا. الكيرسيتين وهو من أكثر الفلافونويدات في تغذية الإنسان، وقد وجدت الدراسات بأنه يحمي من تطور مرض الكاتاراكت. امتصاص الكاروتينويدات يقل بتواجد الألياف في التغذية مثل البيكتين، ويتزايد هذا الامتصاص بوجود الدهون في التغذية مثل زيت الزيتون والبيض. فيتامين A وهو موجود في زيت كبد القد cod liver oil، يعالج التهاب الشبكية بسبب السكري. الجرعة الفعالة يوميا لصحة العينين 400 وحدة دولية يوميا، يحافظ على جدار الخلايا في شبكية العين ويعمل على إصلاح الحمض النووي. عنصر مهم آخر وهو الزنك، بحيث يعمل على نقل فيتامين A من الكبد إلى الشبكية للمساهمة في تصنيع الميلانين. الجرعة الفعالة من 40 ميليغرام يوميا. نصائح أخيرة نقدمها في هذا الفيديو. دخان السيجارة يحتوي على مواد جد ضارة للعين مثل الرصاص، وهو معدن ثقيل يعمل على تكثيف البروتينات والتسبب في تصلبها وتشكيل protein aggregation، ترسبات بروتينية ضارة على عدسة العين. بالنسبة للأدخنة والغازات المنبعثة من الطبخ خصوصا أثناء القلي، وهذا المشكل تتعرض له النساء خصوصا، فهو يضر بالعين لأنه يهيجها، ومع الاستمرار على فترات ممتدة
فقد يسبب مشاكل كثيرة للعين، منها ضعف البصر وتهيج العين. تهيج العدسة يحصل خصوصا بسبب مادة النافطالين.